ما أود للقيام به في هذا العرض هو إعطاء نظرة عامة عن الأشكال الرباعية quadrilaterals، ويمكنكم أن تتخيلوا من هذه البادئة، وأعتقد أنه يمكنكم أن تقولوا من بداية هذه الكلمة رباعي quad أنها تشتمل على العدد 4، ورباعيات الأضلاع يمكنكم أن تتخيلوا أنها عبارة عن أشكال، وسنتحدث عن أشكال ثنائية الأبعاد التي لديها 4 أضلاع و4 رؤوس و4 زوايا. على سبيل المثال 1 2 3 4، هذا شكل رباعي الأضلاع بغض النظر عما إذا كان الضلع الأخير لا يبدو مستقيما. 1 2 3 4 هذا شكل رباعي الأضلاع. 1 2 3 4 هذه كلها أشكال رباعية الأضلاع، جميعها تمتلك 4 أضلاع 4 رؤوس و4 زوايا. زاوية، زاويتان، 3 زوايا و 4 زوايا. دعوني أرسم هذا بشكل أكبر قليلا لأنه مثير للاهتمام. ففي هذا الشكل لدينا زاوية، زاويتان، 3 زوايا، ثم لدينا هذه الزاوية الكبيرة هنا. إذا نظرت إلى الزوايا الداخلية لهذا الشكل الرباعي، الآن في الأشكال الرباعية كما يمكنك أن تتخيل لا يمكنها أن تقسم إلى مجموعات أخرى اعتمادا على خصائص الأشكال الرباعية. والتقسيم الأساسي للأشكال الرباعية بين الأشكال الرباعية المقعرة والمحدبة، إذا لدينا مقعر كونكيف ولدينا محدب كونفكس. والطريقة التي أتذكر بها الأشكال الرباعية المقعرة أو المضلعات المقعرة لأي عدد من الأشكال هو أنها تبدو وكأن شيء تقعر بداخلها. على سبيل المثال هذا شكل رباعي مقعر، هذا الضلع يبدو وكأنه مقعر. وطريقة تعريف الأشكال الرباعية المقعرة، دعوني أرسمه بصورة أكبر. إذا هذا شكل رباعي مقعر هي أن له زاوية داخلية قياسها أكبر من 180 درجة. على سبيل المثال هذه الزاوية الداخلية أكبر من 180 درجة. إنه إثبات مثير للاهتمام، وربما سأقوم بعمل عرض إنه إثبات بسيط جدا يوضح أنه إذا كان لديكم شكل رباعي مقعر وإذا كانت زاوية داخلية واحدة على الأقل قياسها أكبر من 180 درجة فلن يكون هناك أي ضلع موازيا للآخر. النوع الآخر من الأشكال الرباعية يمكنكم أن تتخيلوه هو عندما تكون جميع الزوايا الداخلية أقل من 180 درجة. وربما ستقول حسنا ماذا يحدث عند 180 درجة؟ حسنا إذا كانت هذه الزاوية 180 درجة فهذا الضلعان لن يختلفا، لكن إذا كانت جميع الزوايا الداخلية أقل من 180 درجة فأنك تتعامل مع شكل رباعي محدب. هذا الشكل الرباعي المحدب سيحتوي على هذا وذاك، هذا هو الشكل الرباعي المحدب، هكذا سيبدو الشكل الرباعي المحدب. 4 نقاط، 4 أضلاع و4 زوايا. الآن هناك بعض التصنيفات المثيرة للاهتمام بالنسبة للأشكال الرباعية المحدبة. الآن سنركز فقط على الأشكال الرباعية المحدبة. سيكون هنا في هذه المساحة. النوع الأول من الأشكال الرباعية المحدبة هو شبه المنحرف. شبه المنحرف تازبيزويد، وهو شكل رباعي محدب. وأحيانا يكون التعريف هنا نوعا ما أن الأشخاص يستخدمون تعريفات مختلفة، فيقول بعضهم أن شبه المنحرف عبارة عن شكل رباعي فيه فقط ضلعان متوازيان. فعلى سبيل المثال يمكن أن يقال أن هذا شبه منحرف، حيث أن هذا الضلع يوازي ذاك الضلع، هذا الضلع يوازي ذاك الضلع. فإذا أردت تسمية شبه المنحرف هذا سأسميه A B C D. يمكننا أن نقول أن القطعة المستقيمة AB توازي القطعة المستقيمة DC، ولهذا السبب نعلم أن هذا إنه شبه منحرف trapezoid. الآن قلت أن التعريف غامض بعض الشيء لأن بعض الناس يقولون أنه يمكن أن يكون لدينا زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية،
لكن البعض الآخر يقول زوج واحد على الأقل من الأضلاع المتوازية. فإذا قلت إذا استخدمت التعريف الأصلي وهو الدارج بين الأشخاص عند قول شبه منحرف أي زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية، ربما سيبدو هكذا. لكن إذا استخدمت التعريف الأوسع وهو زوج واحد على الأقل من الأضلاع المتوازية وعليه، فإن هذا ربما يعتبر شبه منحرف. إذا لدينا زوج واحد من الأضلاع المتوازية هكذا، ثم لدينا زوج آخر من الأضلاع المتوازية هكذا، وهذا يشكل علامة استفهام فيما يخص شبه المنحرف. شبه المنحرف هو هذا الشكل بلا شك، حيث لدينا زوج واحد من الأضلاع المتوازية. اعتمادا على تعريف الأشخاص يمكن أن يكون هذا الشكل شبه منحرف أو لا يكون ذلك. فإذا قلت إنه يحتوي على زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية فلن يكون هذا شبه منحرف لأن فيه زوجان، وإذا قلت أنه على الأقل يحتوي على زوج واحد من الأضلاع المتوازية فهذا سيكون شبه منحرف، وسأضع علامة استفهام. لكن هناك اسم لهذا بغض النظر، إذا كان لدينا شكل رباعي يحتوي على زوجان من الأضلاع المتوازية، بالتالي نحن نتعامل مع متوازي أضلاع. إذا الاسم الوحيد الذي يمكن أن تطلقه عليه هو متوازي أضلاع، متوازي أضلاع باراليلوغرام، باراليلوغرام، وسأرسمه بشكل أكبر قليلا. إذا هو شكل رباعي الأضلاع، إذا كان لدينا شكل رباعي الأضلاع وإذا كان لدي زوجان من الأضلاع المتوازية، زوجان من الأضلاع المتقابلة المتوازية، إذا هذا الضلع يوازي ذلك الضلع، ومن ثم هذا الضلع يوازي ذلك الضلع، نكون نتعامل مع متوازي أضلاع. ثم أن متوازية الأضلاع يمكن أن تقسم أكثر، يمكن أن تقسم أكثر إذا كانت زوايا متوازي الأضلاع الأربعة قائمة، نكون نتعامل مع مستطيل. إذا دعوني أرسم واحدا هكذا، إذا كانت الأضلاع الأربعة من متوازي الأضلاع هذه جميعها تقع ضمن متوازي الأضلاع، وما أقوم برسمه هنا عبارة عن متوازي أضلاع. في متوازي الأضلاع يكون كل ضلعين متقابلين متوازيين، وإذا عرفنا أن جميع الزوايا قياساتها 90 درجة، وقد أثبتنا في عروض سابقة كيفية إيجاد مجموع الزوايا الداخلية لأي مضلع، وباستخدام نفس الطريقة يمكنك أن تقول أن مجموع الزوايا الداخلية للمستطيل أو لأي شكل رباعي يساوي 360 درجة. وكما ترى هذا في هذه الحالة الخاصة أيضا، لكن ربما سنثبته في عرض منفصل، لكن هذا يمكن أن نسميه مستطيل ريكتانجل. في متوازي الأضلاع تكون الأضلاع المتقابلة متوازية ويكون لدينا أربع زوايا قائمة. الآن إذا كان لدينا متوازي أضلاع وليس بالضرورة أن يكون لدينا أربع زوايا قائمة، لكنه لدينا الآن وتكون جميع الأضلاع متساوية الطول، بالتالي نحن نتعامل مع معين. إذا دعوني أرسمه هكذا، إنه متوازي أضلاع، هذا متوازي أضلاع، هذا الضلع يوازي ذلك الضلع، وهذا الضلع يوازي ذلك الضلع، ونعلم أن الأضلاع الأربعة جميعها متساوية الطول، أي أن طول هذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا الضلع يساوي هذا الضلع، بالتالي نحن نتعامل مع معين رومبس. وطريقة تعريفه هو أن كل المعينات عبارة عن متوازية الأضلاع وجميع المستطيلات عبارة عن متوازية الأضلاع، لكن ليس كل متوازيات الأضلاع تكون مستطيلات، وليس كل متوازيات الأضلاع يمكنها أن تكون معينات. الآن هناك شيء يمكن اعتباره مستطيل ومعين، لنفترض أن هذا مستطيل، هذه منطقة المستطيلات، وهو عبارة عن مجموعة أشكال، والمعينات عبارة عن مجموعة الأشكال هذه. كيف يبدو هذا؟ حسناً، سيكون لدينا أربع زوايا قائمة ولدي الأضلاع كلها نفس الطول، إذن سيبدو هكذا بلا شك، سيكون متوازي أضلاع، سيكون متوازي أضلاع أربع زوايا قائمة، أربع زوايا قائمة وجميع الأضلاع لها نفس الطول طول. وربما أن أول الأشكال التي تعلمتها واحدة من أول الأشكال هو المربع سكوير. إذا جميع المربعات عبارة عن معينات وهي أعضاء من يمكن أن تعتبر معين،
ويمكن أن تعتبر مستطيل أيضا، وأيضا يمكن أن تعتبر متوازي الأضلاع. لكن بكل وضوح إنه ليست جميع المستطيلات يمكن اعتبارها مربعات، وليست جميع المعينات تعتبر مربعات. وبلا شك فإنه ليس كل متوازيات الأضلاع تعتبر مربعات. هذا كما هو واضح ليس مستطيل ولا معين ولا مربع. كانت هذه نظرة عامة تعطيكم تصنيفا للأشكال الرباعية. ثم في العروض المقبلة يمكننا أن نبدأ بتوضيحهم وإيجاد خصائصهم أو حل المسائل التي تحتوي عليهم.